السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو بأتم الصحة والعافية يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم هاد الفيديو، غنشارك معكم واحد الكوكيزة اللي كتجي غزالة، كوكيزة بحجم عائلي وبدون بيض وبدون زبدة، كتجي ما شاء الله غزالة وما تفرقوش ما بينها وبين الكوكيز نتاع البيض والزبدة. غادي تشوفوا كي كتجي فتيه من الداخل، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه، كتجي غزاله ب... 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 بالمقادير بسيطه. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معاكم. غادي عندي هنايا هاد الاناء، غادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه هي الاولى، ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت غير ممتلئ، وكاس ديال السكر سنيده حتى هو غير ممتلئ، كاس الا ربع البنات. وغادي نحركهم مزيان، وغادي نضيف لهم واحد الشصيه ديال الفاني، وغادي نحركهم مزيان مزيان على حساب ديك السكر سنيده، خصو ضروري باش يدوب. الا ما دابلناش داك السكر سنيده الكوكيز غادي منين غادي يبرد غادي يجينا يابس، داكشي علاش خاص السكر سنيده ضروري ضروري ندوبوه. وهانتوما معايا. وهنايا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره نتاع القشور نتاع الحامض، وهو اختياري يا البنات، ممكن تكتفيو غير بالشصيه ديال الفاني، غير هو كيعطي واحد النسمه غزاله للكوكيز. وغنضيف كاس ديال الحليب عامر بارد البنات، ماشي سخون، الحليب خصو يكون بارد. ونسيت ما ذكرتكمش، وعندي هنايا كاس ديال الزبيب، ونسيت المقادير. الكاس اللي غادي تعبروا به اول حاجه هو اللي غادي تعبروا به المقادير الاخرى. وكما دات الزبيب كي كتلاحظوا كنضيف الكاس الاول نتاع الدقيق، والكاس الثاني والكاس الثاني الثالث عفوا ما غاديش نضيفه كامل، غادي نضيف غير واحد شويه ونخليه على ما نجمعها. هانتوما غادي تشوفوها الخوت، وغادي نقول لكم شحال هزات ليا ديال الدقيق. عندي هنا ثلاثة ديال المعالق ديال الشوكولا حبيبات، وغادي نحركو، ومن بعد غادي نجمعو كي قلت لكم. هزات ليا ثلاثة ديال الكيسان واحد شويه ديال الطحين، وها هو الكاس الثالث البنات، غادي نخلي فيه واحد شويه، من بعد غادي نضيفه وغنزيد واحد الربع كاس باش غادي نجمع الكوكيزه نتاعنا. وكي قلت لكم ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق وشويه اللي هزات لي، وغنزيد الشصيه ديال الخميره، من بعد غنجمعها. والله البنات غير جربوها الا كتجي ما شاء الله. انا عاد سالت لي كنت درتهم صغارين، غير هي هاد الكوكيزه الكبيره تجيني سهله وبسيطه، يعني كتحضر في واحد الوقت قصير. انا كي جبت دابا وليداتي من المدرسه نط غادي نصوب ليها لهم الكاسكروت، غنصوبها الكاسكروت. سمحوا لي كان عيان، حاول ما نهضرش في المونتاج، ولكن ما عندي مندي صداع، ما كتسمعش الهضره ديالي ابدا ملي كنكون كنصور معكم الفيديو كنهضر. مع الكوزينه جايه كتطلع الكراج، تيكونوا كيطلعوا الطوموبيلات او المواتر، ما كتسمعش الهضره، داكشي علاش حاولت حتى نصور عاد نهضر. قبلوا عليا خوتي وصافي. وهنايا راني جمعتها كي قلت لكم، وهزات لي كنولي نذكر، هزات لي ثلاثة ديال الكيسان وواحد شويه ديال الطحين هو اللي كملت به. وكي كتلاحظوا اخوتي راه ما تنقصحوش العجينه، ها نتوما راها مازال كتلصق لي في يدي، كنخليوها شويه خفيفه باش العجينه ما تجيناش، باش الكوكيزه ما تجيناش قاصحه، كتجي فتيه. هنايا راني كملتها، غادي نشكلها معاكم. وكي قلت لكم اخوتي راه بامكانكم ديروهم صغار او ديروهم كبار
كي غندير لها انا غنديرها كوكيزه كبيره في اللاطه، كتجيني انا كي قلت لكم سهله، تنقسمها طريفات وتنديرها في العلبه وتنخليها لكوتي كسكروت لوليداتي. ها هي اخوتي فين كنشكلها معاكم، وكنتمنى تنال اعجابكم اخوتي، غير جربوها ما غاديش تندموا، واقتصاديه بزاف. يعني انا جربت ديال البيض ودابا جربت ديال بلا بيض وبلا زبده، وكتجي ما شاء الله ما تفرقوش بيناتهم. هانتوما ما خليتها الصراحه غليظه، راني رققتها حيت مازال غادي تنفخ. مباشره غنزيد ليها الشوكولا حبيبات نتاع كوكيز من الفوق، وكتجي غزاله بنينه بنينه بداك الزبيب. وكنذكركم اخوتي اللي ما عندوش الزبيب يدير حتى التمر، يقطعوا طريفات ويضيفوا، حتى هو كيجي غزال، كيعطيه الصراحه واحد البنه. غير غادي نكملها وغادي ندخلها للفرن. في هذا الوقت هذا راني شاعله كيسخن، هي كطيب في البلاصه يعني في وقت وجيز. ها هي خوتي من بعد ما جبتها من الفرن، شوفوا كي جات ما شاء الله، جات محمره غزاله، جات رائعه. غادي نقطع واحد طريف وغادي نشاركه معاكم. شوفوا السمك نتاعها ما جاتش غليظه بزاف ما بينه وبين. غادي نقطع كي قلت لكم واحد طريف وغادي نشاركه معاكم باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. ومرة أخرى خوتي كنتمنى تكون هاد الفكرة عجباتكم، وكي قلت لكم هاد الطريقة كتجي حسن وما كتضيعناش الوقت نهائيا، يعني نصوبوها في الوقت فين كنكونو كنطيبو غداتنا، نوجدوها قبل من كاسكروت. كنتمنى ينال إعجابكم هاد الفيديو، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهدة والدعم ديالكم، وكنشكر خوتي القدام والجداد حتى هما. في فيديو جديد إن شاء الله. وكنتمنى من الله يشتركوا معايا اللي ما مشتركينش ويدعمونا. الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم مرة أخرى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.